طبعا تطورت خلال يمكن القرون الماضية إلى أن أصبحت كثقافة في المجتمعات. أنا أقدم التب تقديرا للخدمة التي تقدم لي، وفي دول كثيرة هناك تقنين، يعني بعض الدول في المطاعم هناك نسب، في المغاسل هناك نسب، في الفنادق نسب، في حملة الحقائب واللي يعملون على خدمة السيارات نسب، كل فئة من الفئات هذه لها نسبة بناء على الثقافة المجتمعية السائدة. وفي حالات كثيرة أنا أذكر أنه كان ينظر إليها على أنها موازية لحجم الخدمة، إذا وجدت الخدمة ممتازة فأنا أقدم بخشيش أكثر على أساس أدعم الشخص المحتاج الذي اضطر للعمل في مجال قد يكون أقل من إمكانياته أو مؤهلاته العلمية. هنا انتقلت الظاهرة تدريجيا، نعم، وأصبحت في بعض الحالات رسمت من قبل بعض الجهات كالمطاعم والخدمات السيارات ومثلها، فترضعون مبلغ نسبة معينة كخدمة. هنا أصبحت ألغيت فكرة أنه هذه عبارة عن تقدير لخدمة يقدمها الشخص، وأصبحت عبارة عن إلزام من قبل الجهة المنظمة العملية على المستهلك أنه يدفع مبلغ. طبعا مع تطور الوقت، أنا ما أبغى أطيل على المشاهد، لكن مع تطور الوقت أصبحنا حتى الناس اللي وضعهم الاقتصادي ما هو في المستويات المتوسطة العالية أو العالية أصبحوا يحصلون على الخدمات. يعني الناس كثير يروحون المطاعم، يروحون يستخدمون سيارات الأجرة، يستخدمون خدمات الفنادق، فأصبح الجميع يستخدم الخدمة، فأصبحت يعني ليست بالأهمية التي كانت موجودة في السابق، وأصبح المستخدم الحالي الوضع الاقتصادي أقل يعاني من النسب اللي توضع على الخدمات.